إذا فتت لجوها لأطمن عليها يمكن ما يعجبها، وبهذا الوقت يمكن تفكر أني عم راقبها وأتدخل فيها، وإذا زعلت وقتها يمكن تترك البيت وتمشي بلحظة غضب. خلص بحكي معها بكرة أحسن بلا ما خاطر هلأ وتتضايق. أنا بس بتمنى أنه تقدر تنسى كل شي وتنام مرتاحة، بدي إياها تبلش حياة جديدة. بس كيف بدي أطلع؟ أنا ما معي مصاري أبداً، وين ما رحت أكيد رح أحتاج مصاري. وما فيني أطلب من حدا، رح يعرفوا وقتها أني طالعة من البيت، شو أعمل؟ أنا جبت لاكشمي، كل شي بدي إياه صار، من بكرة لازم بلش بشغلي، هي أهم مسؤولية عندي، لازم لاقي عريس مناسب للاكشمي، شاب يكون منيح ويكون قادر يحميها. أنا آسف لاكشمي، ما كنت زوج منيح لإلك، بس رح لاقي لك شريك لحياتك مناسب. عندي حل تاني غير أيوش. أوف خلص شال وحاش تتحركي لو سمحتي. على أساس أنت اللي بسابع نومي، ما أنت كمان عم تضلي تتقلبي. ما إجاكي نوم؟ وأنت كمان ما؟ انت كمان عم تفكري بلاكشمي؟ ليش وانت عم تفكري فيها؟ انا حاسه انه اليوم رح يكون صفحه جديده وحلوه بحياتها. شالو انا خايفه اصير مثل ما قالت مرت عمي، انه عيلته ما رح يخلوا لاكشمي قاعده بيناتهم ويمكن يقلعوها من البيت مره تانية، مع اني ما بتوقع. مشان هيك عم قلي هذا الشيء بيعني انه كل العائله بالبيت تقبلوها من جديد، والفضل كله للريشي بهالشيء، وهذا بيعني عن جد انه هو كثير بحبها، صدقيني بحبها. ولاكشمي كمان ما فيها تعيش بدونه، هن الاثنين اكيد حاسين بيفهموا بعض كتير منيح، هن بيحكلوا هم مشاعر العيله كلياتها وبيفهموا على بعضهم بدون ما يحكوا ولا كلمه حتى.